وللمزيد حول آخر التطورات في قطاع غزة ومخططات الاحتلال فيما يخص المسجد الأقصى وتبعات ذلك، معنا من اسطنبول عبر سكايب الدكتور محمود الشجراوي المتخصص في الشؤون المقدسية وأمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين. حياكم الله دكتور محمود. حياكم الله، أكرمكم الله. حياكم الله دكتور محمود. يعني الاحتلال يرتكب كما نرى جميعا مجازر دامية في خان يونس، وأيضا يقوم بحملة تهجير جديدة للنازحين. لماذا خان يونس، ولماذا هذا الإصرار من قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من عمليات ومن حملات تهجير الشعب الفلسطيني برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أخي كريم، عودة الاحتلال إلى منطقة خان يونس مرة أخرى هو أمر يدل على أن الاحتلال ليس لديه بنك أهداف حقيقي، إلا أنه يريد أن يوغل في القتل ويريد أن يكرر عمليات المجازر والإبادة الجماعية في كل منطقة في قطاع غزة. فهو عاد إلى شمال غزة مرتين، عاد إلى رفح مرتين، عاد إلى منطقة المواصي أكثر من مرة. الآن هو بعد أن خرج من خان يونس قبل فترة، الآن يعود إليها مرة أخرى لتنفيذ مجازر جديدة ولارتكاب إبادة جماعية جديدة. واضح أن هذا الاحتلال لديه أكثر من ضوء أخضر من أمريكا طبعا، ومن الدول التي تسير في فلك أمريكا. ولم نعد نسمع لهذه المجازر والإبادة الجماعية، حتى التنديد والإدانة العربية القديمة. ولذلك الاحتلال سابر في غيه، يقتل ويدمر وينسف ويجرف بدون أي حساب وبدون أي اعتبار، لا لمؤسسات دولية ولا لقرارات كذلك الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات. أيضا يعني اليونيسف أكدت أنه في كل يومين يقتل طفل فلسطيني في الضفة الغربية والقدس منذ بداية هذا العدوان، وأيضا لاحظنا بطبيعة الحال استهداف يعني أماكن النازحين وبالتالي ارتفاع حصيلة الضحايا خاصة من الأطفال. برأيك ما الهدف من استهداف هذه الفئة، فئة الأطفال؟ أيضا هناك فئة النساء ولكن الأكثر هم الأطفال. الحقيقة هذا له أخي اعتبارين مهمين جدا أن نأخذهم بالاعتبار. الاعتبار الأول أن العدو الصهيوني يشعر بخطر المعركة الديمغرافية التي يتفوق فيها الفلسطيني على ما يمكن أن نسميه بالصهيوني أو الإسرائيلي. الأم الفلسطينية أكثر إنجابا، كلما رأى هو أطفال كثر يعلم أن المستقبل لهؤلاء الأطفال. الأطفال اليوم هم رجال الغد والمستقبل، هذا الاعتبار الأول وهو اعتبار مهم جدا. ولذلك استهداف للأطفال يعني أنه يريد أن يغير الخارطة الديمغرافية لفلسطين. واستهداف الأطفال في قطاع غزة أكثر بكثير منه في الضفة الغربية. إذن عفوا، استهداف الأطفال ليس صدفة أو اعتباطا، وإنما هو ممنهج من قبل قوات الاحتلال. ممنهج، هذا الاعتبار الأول أخي. أما الاعتبار الثاني فهم يقرؤون في التوراة أنهم مأمورون، أوامر محرفة ينسبونها إلى الله تعالى، أنهم مأمورون بقتل الكبير والصغير وحتى الحيوانات المملوكة لهذه الشعوب التي يهاجمونها. بل هم يسرون بقتل الأطفال ومأمورون بقتل الأطفال والرضع كذلك. وقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من فيديو لجنود مرتزقة أو إسرائيليين يبحثون عن الأطفال لقتلهم. وحتى بنيامين نتنياهو ذكر ذلك الأمر. صحيح، ويسمى بسفر إشعيا في التوراة، وقرأه نتنياهو أكثر من مرة على الإعلام، ومرة منها كان يرتدي الكباء والجلود الخاصة بالصلاة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه يعطي الضوء الأخضر لجنوده أن يرتكبوا كل المجازر الممكنة. والجنود كذلك يأخذون هذا الكلام على محمل الجد، فهم يصورون عمليات قتل الأطفال ويصورون ويتفاخرون في مقاطع كثيرة أنهم قتلوا أطفال دون أن يكون لديهم أي خوف من محاسبة أو من محاكمة تلحق هذه الجرائم. وربما يتنافسون فيما بينهم من الذي قتل أعداد من الأطفال أكثر. هذا أخي إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء الجنود هم مرضى نفسانيين، لديهم مشاكل نفسية. الأطفال محبوبون من كل الخلق ومن كل الأديان والأعراف،
وهنالك أعراف دولية وأعراف إنسانية أن الأطفال والنساء لا يتم استهدافهم إطلاقا في هذه المعركة. أنا لا أقول انكشف الوجه البشع للاحتلال، فنحن نعرفه منذ أكثر من 106 سنوات منذ دخلت بريطانيا إلى فلسطين، لكن قد رأى العالم، كل العالم، هذا الوجه القبيح الموثق، لأن هذه الحرب على قطاع غزة هي أكثر الحروب توثيقا سواء كان من المقاومة أو من الشعب الفلسطيني الذي يوثق هذه المجازر وينشرها ويحتفظ بهذه الصور التي تكفي ليس لرفع قضية واحدة في محكمة العدل الدولية، تكفي لرفع آلاف القضايا. ولكن أين هي الأنظمة العربية التي تتقي الله في هذا الشعب وتتوجه نحو المحاكم؟ وأنا أريد أن أوجه شكر لجنوب أفريقيا أنها هي الدولة الوحيدة التي رفعت هذه القضية، ثم انضم إليها عدد من الدول العربية وحتى غير الإسلامية من دول أمريكا اللاتينية كذلك لمحاسبة الاحتلال. ورغم ذلك لم يغير الاحتلال لا من طريقته في استهداف النساء والأطفال، ولا في طريقته حتى في استهداف مقار الأمم المتحدة التي هي تعتبر مقار دولية محمية بفعل القانون الدولي، إن كان هنالك قانون دولي فعلا. ولربما أيضا لم يتوقف عن انتقاد أي صوت ولو كان صوتا أمميا أو دوليا ينتقده في هذا المجال. الفصائل الفلسطينية كما تعلم أيضا اجتمعت في الصين بمن فيهم حركة فتح، واتفقوا على تشكيل وحدة للوقوف صفا واحدا أمام قوات الاحتلال. هل تتوقعون أن تتوحد هذه الفصائل فعلا، وكيف سيكون انعكاس ذلك على أرض الواقع؟ الحقيقة ما بقيت حركة فتح أو منظمة التحرير الفلسطينية وهما تقريبا شيء واحد، ما بقيت مرتبطة باتفاقية أوسلو التي أعدمها الاحتلال ودفنها الاحتلال قبل أسبوع حين أخذ قرار بأنه لا يوجد دولة فلسطينية حتى تحت ما يسمى باتفاقية أوسلو. ما بقيت فتح والمنظمة تنتظر قيام دولة فلسطينية بفعل النكبة الفلسطينية الثانية المسمات باتفاقية أوسلو، لا يوجد أي تقارب أو احتمالية اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، لأن الخلاف ليس خلافا والله على وسائل مقاومة الاحتلال، الاختلاف هو اختلاف منهجي، لأن هنالك جزء من الفصائل الفلسطينية ما زالت تؤمن بالمقاومة وأن فلسطين هي كل فلسطين من بحرها إلى نهرها، وهنالك فصائل أخرى جعلت مصيرها مرتهنا لهذا الاحتلال، فاعترفت بإسرائيل في مقابل أن يعترف المحتل أنها ممثل شعبي ووحيد للشعب الفلسطيني، ثم تنازلت عن أكثر من 70% من أرض فلسطين. إذا كانت فتح جادة في مقاومتها لهذا الاحتلال، فعلى الأقل تسحب اعترافها بدولة الاحتلال وتتوجه نحو مقاومة هذا الاحتلال. وأنا أتمنى أن تلتقي كل الفصائل الفلسطينية على برنامج مقاوم واحد لمقاومة هذا الاحتلال، لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها. يعني ما رأيك، نعم عفوا دكتور محمود، ما رأيك بهذه الأخبار الواردة من الصين بأن هذه الفصائل فعلا اتفقت على تشكيل وحدة للوقوف صفا واحدا أمام الاحتلال؟ والله أنا لا سامحني، أنا لا أبني على هذه الأخبار أي آمال ما لم أسمع أن الفصائل الفلسطينية التي اعترفت بإسرائيل سحبت هذا الاعتراف وأنها قبلت بالمقاومة وبالجهاد بالجهاد المسلح حلا وحيدا لمقاومة هذا الاحتلال وإخراجه من فلسطين. كل فلسطين 27,000 كيلومتر، لا تقبل القسمة على اثنين، ولا وجود لشيء اسمه إسرائيل في داخل فلسطين. إذا اتفقوا على هذا أنا أصدق أنه صار في والله نوع من التوافق أو من الانسجام أو إنهاء عملية الانقسام، لأن الانقسام الفلسطيني رأسي، هنالك قيادات عميلة، هنالك أجهزة أمنية عميلة رهنت أنفسها لهذا الاحتلال، تنفذ كل أوامر الاحتلال، حتى أن الاحتلال يعتبرها جهازا أمنيا إسرائيليا، والفلسطينيين في داخل الضفة الغربية يعتبروا أنهم يعيشوا تحت احتلالين، الأجهزة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي الذي يعبث في الضفة الغربية بكل تصنيفاتها ألف وباء وجيم، والأجهزة الأمنية التي تجاوز عددها 17 جهاز أمني،
وليس بينها جهاز أمني واحد يقاوم هذا الاحتلال. نعم، هناك تحذيرات أيضا من اقتحام جماعات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك برعاية حكومة الاحتلال. يعني السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ألا تخشى قوات الاحتلال من أن ذلك لربما سيولد ردة فعل غير مسبوقة في ظل الاستمرار المجازر والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال؟ طبعا أخي هذا الكلام سليم، وإن كان يوجد في المحتلين عقلاء فهؤلاء ينبهون إلى أن اقتحامات المسجد الأقصى المبارك قد تكون هي الصاعق الذي يفجر الضفة الغربية في وجه الاحتلال، قد تكون هي الصاعق الذي يفجر أرض 48 في وجه الاحتلال، قد تكون هي الصاعق التي تفجر العواصم العربية والإسلامية، لأن المسجد الأقصى ليس أرضا فلسطينية، هو ملك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما يحدث الآن في حكومة نتنياهو أن الصهيونية الدينية هي التي تتحكم في نتنياهو وليس العكس، ولذلك قبل أيام شهدنا اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسمى بإثمار بن غفير إلى المسجد الأقصى المبارك للمرة الخامسة منذ توليه هذه الحقيبة. وهذا الرجل أنا أتمنى لو كان بقي في اللقاء وقت أن تعطوني دقيقة أن أتكلم عن من هو إثمار بن غفير. واليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء يمر ذكرى إحراق أسوار القدس، وهذه الذكرى ذكرى يعني تاريخية ليس لها قيمة عند اليهود. قامت الصهيونية الدينية باستغلالها ودعت لاقتحامات كبرى للمسجد الأقصى لمدة 20 يوم، لأنه ما بين إحراق أسوار القدس إلى ما يسمى بهدم الهيكل الثاني الذي لم يكن له يوما وجود لا في القدس ولا في غير القدس، هذا الهيكل موجود فقط في التوراة المحرفة وفي طيب عفوا دكتور محمود، في ظل كل هذه الأحداث الجارية، ويعني لربما الاحتلال ليس بموقف يحسد عليه لا داخليا ولا دوليا ولا حتى لربما على جبهات القتال، لماذا يقدم الوزير بن غفير على مثل هذه الخطوة؟ أخي هذا الرجل باختصار هو رجل تلميذ لحركة كاخ الإرهابية الصهيونية، وهو تلميذ للحاخام كهانة الذي قتله الإسرائيليين من كثر ما هو متطرف. إتمار بن غفير حين كان عمره 16 عاما لم يقبل للخدمة في الجيش الإسرائيلي، يعني هو لم يخدم خدمة عسكرية، كيف يكون وزير لأمن داخلي ومسؤول عن الشرطة والجنود لا نعرف، يعني لا يقبل العقل أن يكون رجل رفض في الخدمة العسكرية أن يكون وزيرا لأمن الداخلي. إتمار بن غفير درس المحاماة لمدة 4 سنوات ليدافع عن فتيان التلال الذين يرتكبون إحراق المزارع الفلسطينية ويسيطرون وينشئون البؤر الاستيطانية في كل ما يسمونه بالسامرة، يهودا والسامرة أي الضفة الغربية. إتمار بن غفير يعلق في صدر بيته في غرفة معيشته صورة باروخ جولدشتاين الذي قتل 29 مسلما في عام 1994 الذي ارتكب مذبحة الحرم الإبراهيمي، يعني هو صباحا يراه وطول النهار يرى هذا الرجل هو قدوة. يعني لربما نعم هناك من يقول أن بن غفير ليس هو المتطرف الوحيد وإنما هو يمثل الكيان الصهيوني لربما بوجهته الصريحة. إذن كنت لا، هو يمثل الصهيونية الدينية نعم بأبشع صورها، علما أنه من أصول عربية وهو أصله من يهود العراق هذا الرجل، ويرتكب كل هذه الجرائم وكل هذه الاقتحامات. يعني نعم هو الفكر الصهيوني لا يعرف هوية معينة. إذن شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا من اسطنبول عبر سكايب الدكتور محمود الشجراوي المتخصص في الشؤون المقدسية وأمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين، أشكرك جزيل الشكر.